ولمتابعة تطورات المشهد الفلسطيني مع استمرار مجازر الاحتلال ضد المدنيين في غزة وتطورات الأحداث في الضفة الغربية في ظل الحديث عن وجود صفقة لتبادل المحتجزين، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول القيادي في حركة حماس الأستاذ عبد الرحمن شديد أو عبد الرحمن شديد. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. حياكم الله. حياكم الله أستاذ عبد الرحمن. بداية، كيف توصف المشهد السياسي الذي وصل إليه الحال في الأراضي المحتلة بعد 122 يوم على العدوان الصهيوني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هذه المعركة، معركة طوفان الأقصى، هي يعني وضعت الاحتلال الصهيوني على طريق الزوال وعلى طريق الانهيار، ووجهت له ضربة كبيرة جدا، ضربة أمنية وضربة عسكرية وضربة سياسية في مشاريعه التي كان قد شق الطريق من خلالها، مشاريع التطبيع إلى بعض الدول العربية ومع بعض الأنظمة العربية، حيث كان يخطط وكان على مقربة من الوصول إلى محطة التطبيع مع دولة عربية كبيرة وثقيلة في المنطقة. جاءت هذه الضربة، ضربة طوفان الأقصى، من المقاومة الفلسطينية ومن شعبنا الفلسطيني لتسدد لهذا العدو بكل قوة، يعني ضربة قوية في مشروعه الاستيطاني على الأرض في منطقة غلاف غزة، وأيضا ضربة أمنية وضربة عسكرية وضربة في مشاريعه التطبيعية التي كان قد شق طريقها إلى بعض دولنا العربية للأسف الشديد. في الوقت ذاته فإن هذا العدو الصهيوني ما قبل 7 أكتوبر لم يعد كما هو الآن ما بعد 7 أكتوبر، حتى على مستوى الداعمين لهذا العدو وحتى مكانة هذا العدو في منطقة الشرق الأوسط، إذ أن هذا العدو الذي كان يعد يعني رابع جيش في منطقة الشرق الأوسط هو اليوم لم يستطع مواجهة يعني 1000 مقاتل، 1200 مقاتل في 7 أكتوبر، فانهارت منظومته الأمنية والعسكرية أمام بسالة مقاومين شعبنا الفلسطيني، ذلك أنهم أصحاب هذا الحق، وهذا العدو هو المغترب وهو السرطان الغريب على أرضنا الفلسطينية. الآن أستطيع أقول بعد 120 يوم من هذه الحرب الضروس وهذه المجازر، ما زال مكانة هذا الاحتلال تتدهور أكثر وأكثر، إذ أنه كشف عن وجهه القبيح اللا إنساني من خلال يعني ارتكاب المجازر المفتوحة وجرائم الإبادة المفتوحة بحق كل ما هو فلسطيني من أطفال ونساء وشيوخ، والكل راقب يعني ما التداعيات هذه المجازر على هذا الكيان، سواء على المستوى الداخلي أو حتى على المستوى الخارجي وفي عموم المنطقة. والكيان اليوم ليس في حالة يحسد عليها حتى على المستوى الداخلي والنزاع الداخلي. طيب، حول هذه النقطة اسمح لي أن أستقبل ضيفي عبر سكايب من الضفة الغربية المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عزام أبو العدس. حياكم الله أستاذ عزام. السلام عليكم، تحياتي لكم ولضيفك الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عزام، يعني كيف توصف بعد 122 يوم من هذا العدوان على قطاع غزة، كيف توصف الوضع الداخلي في الحكومة الإسرائيلية؟ نعلم تماما أن هناك ضغوطات سواء من المجتمع الدولي، لربما من محكمة العدل الدولية، موضوع الأسرى، عدم جدوى هذه العملية العسكرية برمتها وفشلها في تحقيق أي هدف منها، كيف توصف الوضع داخل الحكومة الإسرائيلية؟
يعني لا شك بأن الوضع داخل الحكومة الإسرائيلية الآن هو كتلة كبيرة جدا من الفوضى والخلافات الشخصية. ربما إذا أردنا أن نتحدث عن دولة الاحتلال نقول بأن هذه الدولة تمر بأسوأ ما يمكن أن تمر به دولة تحت حرب وجودية، وهو انعدام الثقة. في أي دولة في العالم تخوض حرب استراتيجية، حرب وجودية، هناك مثلث من الثقة. الجيش يثق بالحكومة، الشعب يثق بالحكومة، والحكومة تثق في الجيش، والشعب يثق في كلاهما. هذا المثلث هو المثلث الذهبي للنجاح في أي عملية عسكرية، وبالتالي هذا المثلث هو مكسور ومحطم تماما في الحالة الإسرائيلية. الجيش لا يثق في الحكومة، الحكومة لا تثق في الجيش ولا في الأجهزة الأمنية، والشعب لم يعد يثق بكلاهما. وبالتالي هذه الحالة لم تمر على دولة الاحتلال منذ تأسيسها. إذا أردنا أن نتحدث عن الحكومة على سبيل المثال، الصحفيون الإسرائيليون يصفون الكابينيت، مجلس الحرب الأعلى الذي يفترض به أن يدير كل هذه الحرب، يقولون بأنه مملكة من الفوضى، أنه سيرك من الفوضى. يعني لا يوجد جلسة في الكابينيت لا تتسرب، لا يوجد جلسة في الكابينيت لا يعلو فيها الصراخ، لا يعلو فيها الشجار. وصل الأمر ببنيامين نتنياهو إلى أن يطرد وزير دفاعه. العلاقة الشخصية بين وزير الدفاع ورئيس الوزراء في حالة الحرب الوجودية هي حالة من القطيعة. رئيس هيئة الأركان لا يثق بالحكومة، وصل الأمر برئيس هيئة الأركان أن قام بتكليف لجنة خاصة من الجيش للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر وما جرى، لأنه ببساطة يعتقد بأن اللجنة الحكومية الرسمية ستقوم بتحميل الجيش المسؤولية الكاملة. الشارع ينظر إلى نتنياهو في الإحصائيات أو في استطلاعات الرأي بطريقة سلبية جدا. حزب الليكود الذي كان يعني يعتلي سدة الحكم في إسرائيل الآن بالكاد يصل إلى 18 مقعد، من 38 مقعد إلى 18 مقعد. 53% من الإسرائيليين لا يثقون بقدرة الكابينيت على إدارة الحكومة. 75% من الإسرائيليين يريدون استبدال نتنياهو. 23% من هؤلاء يريدون أن يستبدلوا نتنياهو بأي نعم. شخص. عفوا أستاذ عزام، ولكن ما تأثير كل ذلك على أرض الواقع، على مجريات المعركة، على أداء هذا الاحتلال واستمرار جرائمه بحق الفلسطينيين؟ يعني أولا على أداء المعركة وطريقة إدارة هذه المعركة، نلاحظ حتى الآن يعني نحن على بعد 122 يوما من بداية طوفان الأقصى، حتى الآن لا يوجد إنجاز يعتد به. الجيش يقول بأننا 80% من أنفاق حماس لم نستطع تدميرها. خطة أطلانتس لإغراق الأنفاق فشلت. الوول ستريت جورنال تتحدث بأن إسرائيل وضعت هدفين حتى الآن لم تستطع أن تحققهما، وهما القضاء على القيادة السياسية لحركة حماس وتفكيك الذراع العسكري والقضاء على قيادته. وبالتالي هذا الخلاف وهذه الاختلافات عكست على أرض الواقع بأن الجيش عاجز عن تحقيق الأهداف المبالغ بها التي وضعت. وبالتالي نشهد هذا التخبط الشديد في أداء جيش الاحتلال. في البداية قيل بأن مستشفى الشفاء هو بنتاجون حماس وأن فيه ما فيه من المطلوبين والأسرى والقيادات، ثم تبين بأن ذلك كذب. ثم معركة خان يونس حاول الاحتلال أن يحولها إلى معركة فاصلة، وسمعنا العجائب عن خان يونس، يوجد تحتها مدينة تحت الأرض، يوجد القيادات والأسرى موجودين فيها. والآن على بعد 3 أسابيع إلى شهر من معركة خان يونس، حتى الآن لا يوجد إنجاز واحد يعتد به. نتنياهو يعني ربما يفرز حالة فريدة الآن في جيش الاحتلال وفي دولة الاحتلال، وهي الحرب لأجل الحرب. يعني كل من كتب في العلوم العسكرية والعلوم السياسية عندما يعرف الحرب يقول بأنها جهد عسكري لفرض واقع سياسي، في حين أن نتنياهو حتى الآن يحارب ويقاتل لأجل الحرب فقط، لأجل أن نعم تستمر. يعني ولربما لأنه يعلم أنه بانتهاء الحرب لربما يذهب إلى السجن، وربما
يحاكم ويحاسب على مسؤوليته عن طوفان الأقصى. بجميع الأحوال أستاذ عبد الرحمن، يعني كيف يمكن للمقاومة استثمار واستغلال هذا الوضع والحال المزري الذي وصلت إليه دولة الاحتلال، خاصة مع وجود التخوفات من أي عملية عسكرية في منطقة رفح ويعني القرب من فيلادلفيا؟ يعني علينا أن نتذكر أن كل ما يحدث الآن داخل الكيان مما تفضل به ضيفك وأكثر من ذلك هو بفعل بفعل أداء المقاومة وبفعل المعركة التي خاضتها المقاومة في 7 أكتوبر وما تبع ذلك حتى يومنا هذا بعد 122 يوم من هذه الحرب والمعركة. ونحن في المقاومة ونحن في حماس سنواصل هذا الطريق وسنواصل هذه المعركة حتى يقف هذا العدوان وتقف هذه الحرب وتقف هذه المجازر بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. ليس أمامنا إلا الصمود والثبات ومواصلة هذا الطريق، وكل يوم يعني يتبجح به نتنياهو ويصر فيه على موقفه من هذه الحرب ومواصلة هذه الحرب، نحن على ثقة بأن شعبنا إلى انتصار وبأن هذه الحكومة وهذا الكيان إلى هزيمة وإلى انتحار وإلى مزيد من الخلافات الداخلية والتفتت. طيب أستاذ عبد الرحمن، يعني بموضوع المبادرة لإجراء الصفقة وإصرار المقاومة طبعا على وقف إطلاق النار وعدة خطوط حمراء، هل تعتقد أن الوقت يسير في صالح المقاومة؟ أولا الورقة المقدمة أو مقترح الإطار المقدم هو لا يلبي الحد الأدنى من شروط المقاومة ولا من شروط شعبنا الفلسطيني، لا سيما بعد كل هذه التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا الفلسطيني. إحنا نتحدث اليوم عن ما يزيد عن 100,000 بين شهيد وبين جريح وبين مفقود وبين أسير، وبالتالي هناك خطوط حمراء لدى المقاومة وفصائل المقاومة على رأس حماس. من هذه الخطوط الحمراء يجب أن يفضي هذا الإطار وهذا الاتفاق إلى وقف فعلي لإطلاق النار ووقف فعلي لهذه الحرب والمجازر، إضافة للانسحاب الشامل من قطاع غزة. هذا الإطار لا يتطرق إلى مثل هذه الأمور، وواضح أن نتنياهو يريد أن يحصل من خلال هذا الاتفاق ومن خلال هذا الإطار على ما يسمى بالرهائن أو المحتجزين في قطاع غزة، أسراه دون أن يكون من طرف هذا الكيان ومن طرف هذا العدو أي ضمان بوقف الحرب. هذا حماس ترفضه وكل الفصائل يرفضونه وشعبنا الفلسطيني يرفض هذا الإطار، وبالتالي نحن معذور في المقاومة وليس أمامنا إلا أن نقاوم هذا الاحتلال حتى تتحقق شروط المقاومة وشروط شعبنا بالانسحاب الشامل والكامل من قطاع غزة ووقف هذا العدوان ورفع الحصار وفتح بوابة الإعمار على مصراعيها على كل بحيث يتم إعمار غزة بعد كل هذا الدمار الذي أحدثه هذا الكيان وآلة الحرب الصهيونية، إضافة لذلك الإفراج عن أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال والذين أصبح عددهم الآن ما يزيد عن 10,000 أسير. نعم أستاذ عزام، يعني بالنسبة لرفح، ما خطورة توجه الاحتلال لشن عمليات عسكرية هناك بالرغم من تركز أعداد كبيرة من النازحين فيها؟ يعني أولا السؤال الذي يجب أن يسأل، هل شن عملية عسكرية في رفح هو شيء مجدي أم لا؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يسأل. الاحتلال كان في رفح منذ العام 1967 حتى عام 2005 الانسحاب. لم يستطع الاحتلال أن يوقف التهريب، لم يستطع أن يوقف مسألة الأنفاق. الاحتلال أيضا كان هناك منذ العام 2000 حتى العام 2005 في ذروة انتفاضة الأقصى وتعرض إلى خسائر بشرية هائلة جدا هناك في العتاد والجنود من الاشتباكات اليومية التي كانت على مدار الساعة ومدار اليوم في محور فيلادلفيا. وبالتالي الاحتلال جرب هناك كل ما يمكن أن يجرب وفشل. مسألة رفح، أنا في تقديري بأن الاحتلال يحاول
أن يضغط على المقاومة من خلال هذه الإشاعات وهذا الكلام وهذا الحديث المستمر عن مسألة اجتياح محور فيلادلفيا وهو الخط الحدودي الفاصل بين غزة ومصر. يعني في تقديرات الاحتلال بأن المقاومة ربما ستشعر بالضغط، سترى بأن هناك عملية عسكرية حتمية، مئات آلاف اللاجئين موجودين هناك، سيتم ترحيلهم إلى الوسط وإلى الشمال بحسب ما قال الاحتلال، وبالتالي يعني سيكون هناك تقدير موقف بأن المقاومة ستحاول أن تكبح جماح هذه العملية من خلال تهدئة لفترة ما، شهر شهرين بحسب ما يطرح الاحتلال، وبالتالي يعني يقل أو احتمالية العملية العسكرية هناك. لكن العملية العسكرية هناك ستكون معقدة جدا بالنسبة للاحتلال، بسبب أولا وجود النازحين هناك، ثانيا ربما يرفض النازحين بكل بساطة أن يخرجوا من هذه المنطقة، وبالتالي تتعقد العملية العسكرية. أيضا موقف مصر، يعني هناك إحراج كبير جدا للنظام المصري الذي وقف حتى الآن مع دولة الاحتلال موقف الإسناد وموقف الحرب على شعبنا، وبالتالي النظام المصري سيكون أكثر حرجا بكثير من في مسألة شن حرب على محور فيلادلفيا. أيضا هناك خيارات النظام المصري، إما أن يسحب جنوده من منطقة الجدار حتى لا يتعرضوا للقصف أو سقوط قذائف، وبالتالي تحصل خسائر بشرية ويكون نظام السيسي أشد إحراجا، أو بأنه سيبقي هؤلاء الجنود وقد يتعرضوا إلى خطر ويكون هناك أيضا إحراج. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفي عبر سكايب من الضفة الغربية المختص في الشأن الإسرائيلي عزام أبو العدس، كما أشكر ضيفي عبر الهاتف من اسطنبول القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد. شكرا لكما ضيفي الكريمين.